بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1944 كان في قضية كبيرة جدا، قضية مقتل أمين عثمان، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات معتقل بقرار من السلطة البريطانية، ولأنه كان متهم في تلك القضية تم الإفراج عن جميع المتهمين إلا هو، فأضرب عن الطعام لعدة أيام ونقلوه المستشفى القصر العيني علشان يتحط تحت الإشراف الطبي. تمكن من الهرب وأطلق لحيته وارتدى جلابية بلدي، منح نفسه اسم الحاج محمد نور الدين. زيادة في التمويه والهرب، السادات اشتغل شيال على عربية لوري، كان بيشتال شكاير الأسمنت. في ديسمبر سنة 1944، طبعا شهر 12 بتبقى الأمطار غزيرة، وإحنا طبعا بنبقى في فصل الشتاء، كان في نقلة لقرية بشبيش بمحافظة الغربية. في الطريق الدنيا ظلمت وكان في أمطار غزيرة، وطبعا سكان الريف يعرفوا بيحصل إيه في الفترة دهيا. كان في برك من الطين. بعد معاناة العربية وصلت لقرية اسمها قرية دمرو، كان السادات مصاب بالدوسنتاريا. ظهر الحاج محمود صادق سنبل. الحاج محمود صادق سنبل كان من سكان قرية دمرو، أكد لهم استحالة وصولهم إلى بشبيش في الليلة المطيرة دي. الحاج محمود صادق سنبل دعا سواق السيارة ومعاه أنور السادات علشان يقضوا الليلة في بيته، وأصر الحاج سنبل على طلب. السادات لم يتمكن من النوم بسبب الدسنتريا المزمنة اللي كان مصاب بها، كانت بتسبب له مغص شديد. الحاج سنبل فضل صاحي يحاول التخفيف عنه ويسعفه، وخاف ان يجرى له اي حاجة وهو في بيته. الحاج محمود سنبل كان سواق وما كانش يعرف شخصية البني ادم اللي عنده ده، كانش يعرف ان هو ضابط جيش ولا معتقل ولا هارب من المعتقل، لكنه استضافه في بيته واكرمه بشهامة اهل الريف. ما كانش ميسور الحال، وكان ليدوب اللي بيكسبوا وبيصرفوا. ابناء القرى بيبقى عندهم الشهامة دهيا اللي ممكن يستدينوا علشان يكرموا ضيفهم. في صباح اليوم التالي اقسم الحاج سنبل انهم مش هيغادروا البيت الا بعد ما يفطروا، ويستنوا شوية لحد جو ما يبقى كويس والشوارع تنشف وكده. الفترة دهيا اللي استناها رئيس السادات انقذت حياته، لان الانجليز كانوا موجودين في قرية بشبيش وكانوا منتظرينه وكانوا بيتعقبوه علشان يقتلوه. كبر الرئيس السادات واصبح رئيس جمهورية مصر العربية، حاول انه يوصل للراجل علشان يرد له الجميل لكن ما قدرش. ليه ما قدرش؟ ربما يكون قد نسى اسم الرجل. في 3 مارس سنة 1981 صدر العدد الجديد من جريدة مايو، وطبعا المعاصرين لتلك الفترة يعرفوا ان جريدة مايو كانت لسان حال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في تلك الفترة. كان رئيس التحرير الكاتب الصحفي الكبير ابراهيم سعدة. كتب السادات مقال عن قصة الرجل دهون تحت عنوان عرفت هؤلاء. كان بيكتب سلسلة مقالات عن شخصيات قابلهم في حياته كان لهم أثر، ربما المقال يساعد في العثور على الرجل الذي أكرمه في بيته. وبالفعل عن طريق الصحفي عبد العاطي حامد وصل المقال للرجل البسيط، وتم التواصل بين الرئاسة وبين الرجل لتتم المقابلة. قبل الرئيس في القناطر الخيرية في 7 إبريل سنة 1981 كان اللقاء حميم وفيه عبق الماضي والسؤال عن الصحة والأحوال. الرئيس السادات سأله وقال له ليه ما سألتش عليا لما أنا بقيت رئيس جمهوري؟ لكن الراجل قال له أنا ما حبيتش أزعجك يا سيادة الرئيس. موقف يتمناه الكثيرون. الرئيس السادات قال له أطلب مني اللي أنت عايزه. فالحاج محمود قال له أنا مش عايز غير إن أنا أحج بيت الله الحرام، وطلب منه رصف الطريق من المحلة الكبرى لقرية دمر، الطريق اللي بيسبب مشاكل للناس في فصل الشتاء، وبتبقى القرية معزولة عن القرى المجاورة. وفي نهاية اللقاء طلب الرجل من رئيس السادات انه يحضر حفل زفاف بنته. وافق رئيس السادات على كل طلبات الحاج محمود وحضر الزفاف، وكانت الصحافة حاضرة وتم التقاط الصور له وهو يجلس بجوار الحاج محمود وبنته. وقيل ان الرئيس تكفل بمصاريف زفاف الفتاة ردا لجميل والدها. حضر الرئيس السادات حفل زفاف الآنسة بشرى كريمة الحاج محمود وخطيبها المهندس السيد بسيوني. العريس كان بيشتغل مهندس في المملكة العربية السعودية. كان في أزمة سياسية في تلك الفترة علشان معاهدة السلام اللي كانت بين مصر وإسرائيل ومقاطعة معظم الدول العربية لمصر في تلك الفترة. كان في دواعي أمنية أجل الرئيس السادات موعد
موعد الزفاف 3 مرات من يونيو حتى سبتمبر. العريس كان في أجازة قصير وكان خايف يتم رفضه من عمله بسبب تغيبه. كانت تجهيزات الأمن كثيرة من ناحية التفتيش والتأمين، ورصفوا طريق خاص علشان تهبط عليه مروحية رئيس السادات. العروسين راحوا استوديو التصوير في حماية الأمن المركزي، وبعد ما دخلوا القرية قفلوا القرية تماما، كل الطرق المؤدية للقرية، ومنعوا دخول أي شخص لها. في قصة أشبه بقصة زواج بقرار جمهوري اللي أخرجه خالد يوسف، وكان بطولة هاني رمزي وحنان ترك. الزمر اللي اغتال الرئيس أنور السادات قال إنه قد علم بزيارة السادات، فجه المحلة قبلها بعدة أيام وتخفى كبائع في سوقها ناويا قتل الرئيس السادات، لكن قدر الله أنه لم يتمكن من دخول القرية بعد ما راح علشان يجيب السلاح من الشرقية، والأمن طوق مداخل ومخارج القرية عقب وصول الرئيس محمد أنور السادات. بعد مرور السنين بتقول العروسة في حديث لجريدة الأهرام: كان الرئيس محمد أنور السادات ودود وحنون وكأنه من أهل بيتنا. كان الرئيس في الواقع أجمل وأكثر وسامة مما يظهر عليه في الصور أو في التلفزيون، بيتمتع بكاريزما وأناقة آسرة. وحينما أخبرته أن عيد ميلادي يوافق 25 ديسمبر وهو نفس يوم عيد ميلاده، قهقه بطريقته المميزة وقال: يبقى هنحتفل بيه سويا كل عام. للدواعي الأمنية السادات لم يتناول أي طعام في حفل الزفاف، وكان جايب معاه شيف خاص به بيجهز له أكله من الرئاس، حتى قطعة الشوكولاتة وضعها في جيبه. العريس قال للسادات: أنا قلقان علشان وظيفتي في المملكة العربية السعودية. فطمنوا السادات وقال له: ما تقلقش على الوظيفة، هم مقطعيننا بس بعد كده هنرجع لبعض تاني، كفاية أسبوعين أجازة وبعدها وظيفتك عندي. وبعد أسبوعين تم اغتيال الرئيس السادات. العروسة بتقول: كل عيد ميلاد ليا أفتكر وأترحم عليه، وكل اللي بيمشي على طريق دمره المرصوف بيدعو له وبيدعو لأبي. والحج محمود راح عشان يأدي فريضة الحج سنة 1981، وفي الطريق عرف بخبر استشهاد الرئيس السادات في حادث المنصة الشهير، فظل يبكي الرجل كثيرا حتى أغمى عليه. فالرئيس السادات ودع الدنيا بزيه العسكري بعد أن اغتالته يد الغدر. رحم الله الحاج محمود صادق سنبو، مثال الشهامة المصرية التي قلما أن تجد مثلها في العالم كله. رحم الله الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، مثال الوفاء والتواضع. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.